والانتخابات المحلية اللي هتجرى هناك. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان قال انه هيستخدم كل قوته وامكانياته لدعم قوائم حركة فتح المهنية اللي بتخدم الجمهور الفلسطيني وكمان الفتحاوي في الانتخابات المحلية المزمع عقدها ان شاء الله في شهر اكتوبر اللي جاي. دحلان قال كمان في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان الانتخابات البلدية هي فرصة تاريخية علشان اعادة احياء العمل الديمقراطي اللي غاب لمدة 10 سنين، وان دي فرصة تاريخية لحركة فتح علشان تستعيد قوتها ووحدتها مرة تانية. قال كمان دحلان هنلتزم بقوائم الحركة مدامت قايمة على المشاركة الفتحوية من الكادر في اختيار من يمثلهم من الكفاءات الوطنية وليست قوائم سياسية بتهبط عليهم من غير اعتبار للكفاءات أو للتخصص. الانتخابات البلدية هي فرصة تاريخية لإعادة إحياء العمل الديمقراطي الفلسطيني الذي غاب عن الجمهور الفلسطيني على مدى 10 سنوات الماضية، وهذه فرصة لحركة فتح أن تستعيد قوتها ومتانتها ووحدتها، ونحن قد أعلننا موقفا أننا سنلتزم بقوائم الحركة ما دامت هذه القوائم قائمة على أسس من المشاركة الفتحوية من الكادر في أن يختاروا من يمثلهم من الكفاءات الوطنية وليس سياسية تهبط عليهم من هنا أو هناك. وأنا شخصيا سأستخدم كل قوتي وإمكانياتي لدعم قوائم الحركة المهنية التي تخدم الجمهور الفلسطيني وأيضا الجمهور الفتحاوي حتى نستعيد وحدة الحركة وكرامتها التي غابت على مدى السنوات الماضية لأسباب لا داعي لذكرها الآن، ولكنها فرصة أن نتوحد خلف قوائم الحركة وخلف خدمة الجمهور الفلسطيني. إن وظيفة البلديات هي وظيفة خدماتية وليست ثورية، وإن كانت كل عملية الانتخابات هي مهمة وطنية في إطار محاولة استعادة الوحدة الوطنية على المدى البعيد، بما أن الأطراف فشلوا حتى الآن في الوصول إليها، وعلى أبناء الحركة الكفاءات منهم أن يتجمعوا وأن يتقدموا الصفوف، خاصة الشباب منهم الذين يمتلكوا الكفاءات الوظيفية والقدرات على تقديم الخدمات للجمهور وليس تقديم الشعارات. وأكرر مرة أخرى، أنا سأدعم كل قوائم الحركة التي تتلائم مع الشروط الوظيفية والذين تتوفر فيهم الكفاءة المهنية لتقديم الخدمة للجمهور الفلسطيني. طيب، على هذا الأمر وعلى هذا على الانتخابات البلدية الفلسطينية بينضم لي عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب القيادي بحركة فتح. أهلا بك يا دكتور أيمن، مشرفني يا فندم. أهلا بك أخ العزيز. أهلا بك. كيف ترى تصريحات السيد دحلان بخصوص الانتخابات البلدية الفلسطينية؟ يعني بالتأكيد ما تحدث عنه الأخ محمد دحلان خلال الأيام الماضية، وما سبق أيضا الحديث الأخ سمير المشهراوي في موضوع قطع الطريق على من يريد طبعا أن يحدث خللا في الساحة الفلسطينية وفي الساحة الفتحوية. كما تعلم هناك أكثر من 10 أعوام لم تجري فيها الانتخابات بكل أشكالها، إن كانت بلديات أو محليات، رئاسية، تشريعية، وبالتالي هناك غياب لشرعنة السلطات في المجتمع الفلسطيني. هناك أعتقد أن ما تحدث عنه محمد دحلان قطع الطريق على جهتين كما تحدث. أولا فلسطينيا أكد بضرورة أن يكون بداية أن رغم هذه الانتخابات المحليات هي خدماتية ولكنها تحمل ملامح سياسية، وتفتح أملا بأن يكون هناك أملا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتجديد الشرعية التي انتهت منذ أكثر من 5 أعوام. في الفتحوية أعتقد أنه يعني كما نتحدث دائما وضع السنة لمن يريدون أن ينزلوا عن شجرة الخلاف الفتحاوي الفتحاوي، وفتح طريقا للملمة الشمل الفتحاوي. نتمنى أن تجد أدانا صاغية هذه الدعوة بأننا عندما يشتد كما نتحدث نحن فتح عشيرة كبيرة أو عائلة كبيرة بالمستوى الفلسطيني، عندما يشتد الألم سنتجمع الجميع ونتجاوز كل الخلافات من أجل مشروعنا الوطني، وهو حركة فتح التي بالنسبة لنا هي المخلص والقناة نحو فلسطين. نتمنى أن تجد أحاديث الأخ محمد دحلان والأخ سمير المشهراوي أيضا
وكل قيادة الشعب أو كل قيادة حركة فتح قدم ساقية لمن يريدون وحدة الحركة في الحال، لأننا نحن طوق النجاة لشعب فلسطين. طيب دكتور أيمن، أنا هتكلم مع حضرتك بخصوص لم الشمل الفلسطيني بكلا الطرفين اللي موجودين في الضفة الغربية واللي موجودين في غزة، ولكن في البداية أتكلم على لم الشمل الفتحاوي. هل تصريحات السيد دحلان بالشكل ده بتصب في اتجاه لم الشمل الفتحاوي؟ بالتأكيد، هو كما أشار لك البعض شكك بأن يلتزم الأخ محمد دحلان وكل التيار الذي يدفع له قوائم حركة فتح قطع الطريق على الجميع، لأن الجميع سيلتزم بقوائم حركة فتح وسيشارك في انتخاباتها ولن يكونوا إلا عامل بناء لحركة فتح. أعتقد أن ذلك قطع الطريق لمن شككوا بذلك وعملوا على أن يزيد الخلاف الفتحاوي. نتمنى أن يتم استغلال هذا الحدث وهذه الأقوال، وأعتقد أن هناك كان صدقا في أحاديث كل قيادة أو كل ما هم من قيادات محسوبين على محمد دحلان وقائد محمد دحلان، وتحدثوا بشكل مطلق في هذا السياق. نتمنى أن يتم استغلال ذلك للملمة الجرح الفتحاوي والحالة الفتحاوية بتجاوز الخلافات التي لم يتم إلا اضطهادا. يعني أنا أعتقد أنه 6 أعوام من الخلاف الفتحاوي لا أحد يستطيع أن يقلل من جماعة المؤيدين لقائد محمد دحلان، هم لهم دورهم وتأثيرهم في الساحة الفلسطينية، الله لا يستقل حجمه، وبالتالي يجب من أجل الحفاظ على حركة فتح أن تعود لقيادة المنظمة التحرير الفلسطينية وقيادة الشعب الفلسطيني، يجب أن يتم وحدة حالة حركة فتح ولا يتم انتخاب من دور أي قائد فتحاوي. طيب عودة مرة تانية للجزء اللي أرجعته من السؤال وهو الخاص بلم الشمل الفلسطيني، يعني نقدر نقول أنه وصلنا لغاية فين من لم الشمل الفلسطيني، وإيه الحلول المطروحة على الساحة علشان يكون في حتى انتخابات محلية فلسطينية موجودة في غزة وكمان موجودة في الضفة الغربية؟ يعني جميعنا تابع أخي العزيز جولات الحوار المتواصلة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس أو بين حركة فتح وحماس، وجميعا لم تصلي بشيء، جميعا وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي نتمنى أن يكون الانتخابات بداية وخطوة بالتشجيع لملمة الشمل الفلسطيني. يجب أن نحتكم بالشعب الفلسطيني مرة أخرى لكل كلمة، والآن هناك فرصة في هذه المحليات كما أشرت رغم أنها انتخابات لمؤسسات خدماتية وليست سياسية، ولكنها للأسف ستحمل ملامح سياسية وصراع سياسي كل معنى الكلمة. نتمنى أن تكون بداية وخطوة باتجاه فتح فرصة لانتخابات فلسطينية لينتخب الشعب الفلسطيني ممثليه في البرلمان وينتخب رئيسا جديدا، وان تمكننا انتخاب مجلس وطني لمنظمه التحرير الفلسطيني. نتمنى ان تتجدد الشرعيات عبر الشعب الفلسطيني، لان كما تعلم ان الشعوب في كل العالم هي مصدر السلطات، ويجب ان نحتكم بالشعب الفلسطيني مره اخرى. لا يسعني الا انضم لحضرتك كمان في هذه التمنيات بالتاكيد دكتور ايمن الرقب القيادي بحركه فتح. جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. طيب من